طيب التعامل بالعملة المحلية بنسمع عنه بقالنا فترة، ده ممكن يحصل ازاي؟ وايه ممكن، ايه اللي بيمنع اصلا التعامل بالعملات المحلية؟ عشان الناس بس تكون فاهمة، لان الناس زي ما تقول ايه، احنا ليه بنتعامل بالدولار؟ ما احنا ممكن نتعامل كل دولة بالعملة بتاعتها، العملة المحلية. انا نفسي يحصل ده، لكن انت في النهاية هترجع للدولار برضو كحكم. احنا عندنا يعني حضرتك اقتصادي عالمي، ساعة ما بدأ النزاع الحالي روسيا واوكرانيا كان الدولار بحوالي يعني 60-70 روبل، حاليا الدولار عدى 90. احنا نفس القصة ايضا، احنا عمليات التعويم يعني هي عملية صعبة. ده عنصر. العنصر الثاني المهم جدا هو حجم التجارة بيننا. هل احنا حجم التجارة بيننا وبين بعض متساوي؟ بمعنى الميزان التجاري، عجز في الميزان التجاري، احنا عندنا عجز كبير جدا في الميزان التجاري مع روسيا. يعني احنا بنصدر لروسيا، احنا كمصر ولا كافريقيا؟ كمصر. احنا بنصدر لروسيا بحوالي 600 مليون 700 مليون، مش كتير يعني، في حين هو بحوالي 5 مليار بيصدر. فطبعا دي يعني هذا الخلل. طب انا هجيب منين روبلات ادفع له حق الخمسة مليار الدولار؟ يعني عملية صعبة. عزيز. ولذلك يعني لم تجد نجاح. المشكلة حصلت مع الهند. يعني الهند كانوا هم اتفقوا على اساس بالروبية النفط الروسي. الهند قالت لك لا انا ادفع، ما اقدرش ادفع لك بالروبية. ومشكلة كبيرة جدا مش عارفين يحلوها ازاي. ايران لما كان عندنا المشكلة كانوا يبعثوا المركب فيها بتاع ده الفنزويلا النفط والراجل يرجع بالشنطة لانه ما فيش تحويلات. طيب آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه النهارده ازاي ممكن يتنفذ؟ ما طبعا ما هو اساس هذه القمم ان احنا مش بنحط، اصل دي لازم يبقى في لجان ويبقى في متابعات للموضوع، والا يعني هتبقى قرارات يعني بالنسبه لنا احنا كمصر. عندنا اللجنه المشتركه طبعا. احنا عندنا اولا لجنه مشتركه واللجنه 2+2. ودي لجنه يعني دي بتتعمل مع الدول اللي هي يعني بتحظى بمكانه خاصه لدى روسيا، دي حاجه. احنا بالنسبه لنا هنا كمصر الامور مستقره، واحنا عندنا مشروعات ضخمه مع روسيا بالفعل يعني. ورغم ان روسيا لسه ما نزلتش بثقلها هنا عشان تستثمر، لكن انا شايف ان المنطقه الصناعيه لو تم انشاء مصانع او مثلا مفاعل الضبعه، ده مفاعل الضبعه مشروع ضخم جدا بكل تاكيد هيكون لها انعكاسات على حركه المشروعات اللي هتبنى على اساس مفاعل الضبعه من توصيل طاقه كهربائيه. صحيح.